السلام عليكم، مرحبا بكم في سلسلة أتعلم اللغة العربية الفصحى بالفطرة والممارسة. اليوم سنتعلم الجزء الأول من أسماء الأدوات المدرسية باللغة العربية. هل أنتم مستعدون؟ هيا نبدأ. محفظة. هذه محفظة. مقلمة. هذه مقلمة. سبورة. هذه سبورة. دفتر. هذا دفتر. كتاب. هذا كتاب. كراسة. هذه كراسة. مذكرة. هذه مذكرة. مساكة. هذه مساكة. قلم جاف. هذا قلم جاف. قلم الرصاص. هذا قلم الرصاص. أقلام ملونة. هذه أقلام ملونة. أقلام شمعية. هذه أقلام شمعية. قلم لبدي. هذا قلم لبدي. مسطرة. هذه مسطرة. ممحاة. هذه ممحاة. شريط لاصق. هذا شريط لاصق. والآن هيا نلعب. أين المسطرة؟ نعم. أين المحفظة؟ نعم. أين القلم اللبدي؟ ممتاز. أين الممحاة؟ جميل. أين الدفتر؟ أحسنت. أين الكراسة؟ صحيح. أين الأقلام الشمعية؟ جيد. أين الكتاب؟ أحسنت. أين الأقلام الملونة؟ نعم. أين الشريط اللاصق؟ ممتاز. أين المذكرة؟ أحسنت. أين قلم الرصاص؟ صحيح. أين القلم الجاف؟ جميل. أين السبورة؟ نعم. أين المساكة؟ ممتاز. أين المقلمة؟ صحيح. لقد انتهت حلقة اليوم. شكرا لكم على المشاهدة. اضغطوا على اشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد من قناة Arabic Immersion. وإلى أن ألقاكم في حلقة جديدة،
تواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مع السلامة.